نقطة على السطر مع سلطان القمب. السعادة والحياة أحيانا تكون أمنيات تتمنى تصير حياتك سعيدة وتخطط لها كمان، وتبغى يوم من الأيام يكون هو أسعد يوم في حياتك، عشان لما تحكي قصتك في يوم من الأيام تبغى تقول هذا أسعد يوم في حياتي. أما الفراق تتمنى أنه ما يجيك، خاصة الشخص اللي جرب معنا كلمة فراق. لكن بين هذا وهذا، تخيل أنك أنت تتمنى السعادة ودائما على أمل أن الفراق ما يجيك، ويكون العكس دائما هو اللي يصير، حياتك أغلبها كلها فراق في فراق، والسعادة هي أقل ما يحدث في حياتك. يكون السبب بسيط، أنه تفكيرك هو اللي خلاك توصل لهالمرحلة. الواقع يتغير لما أنت تعرف بالضبط أنت قاعد تفكر فيه. الواقع يتغير لما أنت تقول أن السعادة هي الدائم والفراق هو القليل. صدقني تسير الحياة كيفما تريد، هذا اللي قاعد يصير. اقتنعت بهالفكرة ومشيت عليها، وفعلا زانت حياتي وصارت السعادة أشياء كثيرة في حياتي. صارت سعيدة اللحظات صرت أستشعر فيها، لكن من أصعب المواقف اللي أنا ما عرفت أتعامل معاها لحظة لما قالوا لي أنه ممكن يكون الفراق يكون واقع، وانت تكون منتظر فعلا انه هل الواقع ممكن يصير لك في لحظة من اللحظات. قلت انا ما كنت جربت، لكن قضاء وقدر خلاني اعرف انه الواقع ممكن يصير حقيقة. هذا اللي حصل لي بالضبط في تعاملي مع انسان كان مقدر لي ومقدر له انه هو يصير فيه وداع. ومو بس كذا كمان، يعني تكون صدفة، بالعكس مقررين ومحددين ان الفراق هذا ممكن يصير. لكن من اصعب اللحظات ليلة هذا الوداع، ليت لما اتفقنا أنا وياه أنه فعلا فراقنا حيكون في اليوم الفلاني، أبدا مو صدفة. تخيل لما يجيك الوضع صدفة ما عندك مشكلة تبدأ تتقبل فيه، لكن للحظة تعرف أنه بكرة الساعة الفلانية في الثانية الفلانية راح يكون الفراق. وهنا فعلا أنا شعرت بمشاعر أول مرة أشعر فيها، حسيت أنه ممكن أنه السعادة تجي لحظة، ممكن الفراق يجي الحين، ممكن يروح، ممكن تتغير الأحداث. قعدت أفكر ألف مرة بأن الفراق هذا ممكن يصير الآن، وبديت أتعايش مع هالوضع. بديت أعيش أن الوداع هذا ممكن يصير اليوم، ليه أخلي البكرة؟ أو أطلق على نفسي رصاصة الرحمة، أبغى أحس أني أبدأ أعيش أنه بدون هالشخص هذا. هذا الواقع خلينا نتعايش مع الآن، ليش بكرة؟ خلينا أبدأ أعيش بالألم من اليوم، ليه استناه؟ وقررت فعلا أني أنا أسبق الوقت بليلة، أني أنا أعلن أنه هذه الليلة حتكون هي يوم الفراق مو ليلته. وفعلا هذا اللي حصل بكل حب. نقطع السطر.